بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب ثانوية عامة، كل سنة وانتم طيبين. طلاب دفعة 2024، الناس اللي هي بدأت تتكلم على مدرسنا العام القادم. هو نصيحة من بابا حبيبك مستر حسن نجار. حبيبي، أهم حاجة تكون في مصداقية، والمصداقية تتطلب مني كأب في كل المواد اللي تدخل عليها إن شاء الله في تالتة، ان مدرسك اللي رايح له تاريخ، والتاريخ ده عباره عن نتيجه، والنتيجه دي عباره عن ان انا بسال زمايلي اللي قبل كده مين بيبقى مركز معانا ومين بيوصلنا بالسلامه ان شاء الله. يلا قولي our luggage is searched carefully. يلا اسمعي our luggage is، بس الافضل قولي الافضل. الأفضل لو عندي أدبر أضعه قبل التصريف، ودي هتملكم اختيارات كتيرة. خدي جملة كمان من حبايبي الجمال، يقولك إيه؟ The government، الحكومة، spend ولا spent؟ A lot of money، صرفت فلوس بالهبل على العشوائيات. مين فاكرة عشوائيات؟ سلامز عيالي، عامل إيه بحلاوتي؟ مين فاكرة مبادرة اسمها إيه؟ مبادرة حياة كريمة. مين فاكرة أديسن لايف انشياتيف اللي هي جمل الترجمة بتاعت الأسبوع اللي فات؟ ليه؟ لان احنا دلوقتي لما نخش نعمل فوت ناخده عند مين في الانجليزي، هل سين ولا صاد ولا عين؟ لا، ده كلام غلط تماما، لان احنا بنشوف اخواتنا الزملاء ربنا يديهم الصحه، بيبقى مدرس قاعد في وسط جروب 5 أو 6 واشطر مني ومن 10 زيي. فالموضوع مش موضوع عدد، والكفاءه عمرها ما كانت بالعدد اطلاقا. ده اسمه تدليس، وده اسمه استهانه بعقول الناس، وده اسمه مال حرام. ان انا في الاخر بلعب بمستقبل طالب وبرشح لحد غير متخصص في الماده، وما ادراك بالنتيجه، والنتيجه عندهم بتبقى سيئه جدا. بس برضه بالماركتينج والبروباجندا بيرجعوا لنا تاني، ويطلعوا لسانهم تاني وتالت ورابع، والضحيه هو التالت. الحمد لله دي الحصة اللي قبل الأخيرة في منهجنا، بأفكار منهجنا. أنا أقول لكم على سر الصنعة. ليه مستر حسن سيبك من أنا عامل معك طول السنة بقى أدعي إن أنا مدرس ناجح؟ ليه؟ السبب اللي أنت شايفه ده، اللي أنا معانا يونت 12. عارف لما تروح مدرسة زي الرمل بنات أو طه حسين أو العباسية أو أي مدرسة، عارف مدرسك اللي في المدرسة ده اللي بقاله 20-30 سنة بطاقته مكتوب فيها إيه؟ خبير في الكيمياء، خبير في الفيزياء. مستر حسن الغلبان اللي قدامك ده مكتوب في بطاقته خبير لغه انجليزيه. ليه؟ راجل 25 سنه 30 سنه في المجال. فانا ولادي حبايبي ده يعتبر بنقلل من قيمه معلمينا الافاضل، وده لا يليق تماما اللي انا اعمل فوت واشارك في حاجه نونسنس اطلاقا، والناس عارفه ان ده كلها اكونتات فيك، وديت بترفع من شان حد دافع عشان يبقى حاجه براند قوي. وللاسف للاسف للاسف دي مش شطاره، بالعكس، والناس دي عمرها ما كانت هتشتغل ولا هتظهر الا بالطريقه دي برضو للاسف. والناس دي بتشارك في ظلم، وبتشارك في حاجه مشينه لنا، اللي احنا كده بنضغى عن فئه كبيره جدا من مدرسينا الافاضل، اللي هو مش عايز اقول لك علماء في الماده، اللي احنا طلعنا اتعلمنا وتربينا يعني نقف على السبوره ونمسك تباشيره ونمشي شويه بشويه. فانا بطلب من بنات جروب نيوسما عدم المشاركه في هذه المهزله، وخلي مستر حسن نجار حبيبك خليه رقم 20، وما تشاركش وترفع الفوت وتعلي الفوت، ولا يشغل بالك خالص الفكره دي، ولا هي مزعلانه. احنا بس بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا هيجيب حق الجميع. كل سنه وانتم طيبين.